ماذا لو أن الكفاءات الجزائرية من كافة أنحاء العالم تجتمع معاً؟ ماذا لو أن هذه الأدمغة بمختلف تخصصاتها تتكاثف لتطوير التعليم والبحث العلمي للنهوض بالجزائر في مختلف المجالات؟ هل تعتقد أن هذا مستحيل؟ أبداً، فالحلم يتحول إلى حقيقة من خلال الشبكة العالمية للعلماء الجزائريين إناس. رغم أن إناس هي مؤسسة غير ربحية وتعتمد فقط على تبرعات الأفراد، إلا أنها استطاعت أن تبني جسوراً من التعاون وتبادل الخبرات بين أبناء وطننا الحبيب من الداخل ومن مختلف بلدان العالم، ساعية لصقل المهارات واحتواء المواهب وتبادل الخبرات وإيصال التجارب النافعة لخدمة الوطن.